ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف لازلنا نعاني من العنصرية والكبر في هذا المجتمع، في مجتمع يفرق فيه الناس على حسب قبيلته وأصله وشغله. عايشين في القرن 21 ولازلت تسمع مصطلحات ماتت واندثرت بالعالم كله، إلا في بلادي تسمع هذا سيد وهذا مزين وهذا قبيلي. لم نعرف نحن اليمنيون ماذا نحارب، لا نمر بتاريخ أو زمن أو عقبة إلا وتأتي أرذل. كل هذه السنين التي نعيشها سنين قلبت الموازين حتى أصبحت الأخلاق والشرف والكرامة بلا قيمة. الزمن لا يخرب، وإنما الناس هم اللي خربوا، والناس هم اللي خربوا أنفسهم بالبعد عن الله والبعد عن ما قاله الله وقاله الرسول. اليمن سابقها تاريخ وحضارة وقيم ومبادئ لم تشهدها أي بلاد، ولكن مع مرور الزمن اليمن بدي خراب بالبلدي. مش تقولوا مقليش، في ناس من ألطف البشر الذين نقابلهم ويكون مزين وشرف شغله إن نيته صافية ومجتهد في عمله ويشقي على أسرته وجهاله وعائلته بعرق جبينه وبالحلال. من لا يفتخر بطالب الله والذي يشقى بعرق جبينه لا نفتخر فيه. إنسان ناجح نفتخر فيه كلنا عندما يشقى بعرق جبينه، أحسن من لما يروح يسرق يروح ينهب. اللي يدخل يقول القبيلي قبيلي والمزين مزين، إذا كنت تراها قبيلي وفتحت له بيته وبالأخير طلع مزين ضروري ترفضه. لماذا؟ بسبب الطبلة ولا بسبب انه يكون حلاق ولا جزار ترفضه؟ الله المستعان، ليش هذا ما هو الشغل؟ ما هو الشرف؟ ما هو الشغل حلال؟ المزين ايش شغلتهم؟ مزين مزين حفلات، مزين سيارة عراس، حلاقة شفتها اللي داخل خلو احنا نسجل نوعي المجتمع يذبح ثوار يذبح حلاق، هذا مزين ولا مطبل؟ طبلها برع تراث يمني، هذا يعتبر مزين. فضروري ان احنا نوصل للعالم كله انه هذا الطير قاصد جناحيه لكافة اليمنيين، سواء يشتغل مزين سواء طالب، اهم شيء شرف المهنة، اهم شيء كأنيته، اهم شيء اسلوب تعامله، اهم شيء اخلاقه، اهم شيء صلاته، اهم شيء يدي حق الله. فنحن لما نرد على الانتقاد ونشعل مواقع التواصل الاجتماعي لأجل أن لا يتجاوز أي أحد آخر بالعنصرية وبالكبرة والغرور، أن لا يتجاوز حده على أي يمني كان، كما تقول مقليش. هذا الطير لم يخلق عبثا، من الضروري أن نعيش بإخاء ومحبة وتكافل بين تحنا البين. تحياتي وسلام.